حبايبي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم مرة تانية في حل امتحانات ملحق المعاصر. ومعانا النهاردة المحافظة التانية وهي محافظة الجيزة. طبعا شكل ما قلنا إن أول سؤال هو سؤال listening، استماع، المفروض أنت بتسمع وبعدين بتختار. وقلت نصيحة دايما اقرأ الأسئلة قبل ما تسمع listening. تعال نشوف listening كده مع بعض. بيقول لي Egypt, Morocco and Oman are Arab countries. All Arab countries speak Arabic. Egypt and Morocco are in Africa. Oman is in Asia. طبعا لازم اعود نفسي على الاستماع، لاني لما احاول ادخل اي كورس او اخد اي مستوى بعد كده هتلاقي دايما ان انت لازم تسمع نص معين، وده من اسئلة اي اختبار وبعد كده بتجاوب على الاسئلة. تعال نشوف السؤال الاولاني. بيقول Egypt and Morocco are in، طبعا شكل ما سمعنا ان Egypt and Morocco are in Africa، طبعا الاثنين موجودين في افريقيا. اللي بعدها بيقول Arabic is a، طبعا Arabic دي language، يعني ايه language؟ يعني لغة. طبعا country دي دولة، place يعني مكان، city يعني مدينة. تعال نشوف نمبر 3. بيقول all Arab countries speak، يعني كل الدول العربية بتتكلم ايه؟ طبعا كل الدول العربية اكيد بتتكلم Arabic، لغة عربية. بيقول لي is in Asia، طبعا اللي احنا سمعناهم دلوقتي عرفنا ان Oman is in Asia، يعني عمان في اسيا. تعال نشوف كده السؤال التاني. بيقول لي complete the following dialogue. Ayman is talking to Balir. Ayman says, "Hello, Balir." Balir, "Hello, Ayman." Ayman, "Did you go to Siwa?" هل أنت رحت سيوة؟ Yes, I. طبعا هنا بكمل بكلمة واحدة بس. طبعا لما أدي short answer هجيب نفس ال helping verb اللي أنا سائل بيه، فحول Yes, I did. Yes, I did. فبيقول له When did you go there؟ يعني إمتى أنت رحت هناك؟ قال له When I eight years old. طبعا هنا بيتكلم عن زمن ماضي، فحول When I was. When I was 8 years old، لما كان عندي 8 سنين. فأيمن بقول له What did you do there؟ يعني عملت إيه هناك؟ فقال له I ate in the lake. طبعا هنا في البحيرة أكيد I swam. I swam in the lake، يعني أنا عمت في البحيرة. فأيمن بقول له Where did you eat there؟ Where did you eat there؟ طبعا لازم أقرأ الإجابة عشان أعرف. فبقول له I slept in a in the desert. كان بيقول له أين نمت؟ فإذا هقول له Where did you، ما ينفعش اقول له طبعا سليبت، لان ما عديت لازم برجع الفعل الاصله، فلازم اقول where did you sleep there. قال له I slept in a in the desert. طالما في الصحراء يبقى اكيد نصب خيمه، والخيمه اسمها tent، يبقى نام في الخيمه. تعال نشوف الباسج بتاعتي. بيقول لي to عزة from فاطمه subject my holiday. يبقى لاحظ هنا الباسج جايبها لي عباره عن ايميل. هاي عزة، I came back from my holiday in Paris. I had a wonderful time there. بقول لي أنا لسه راجعة من أجازتي في باريس. I had a wonderful time there. يعني أنا قضيت وقت ممتع هناك. Paris is a great city for a holiday. يعني باريس دي مدينة جميلة لقضاء الأجازة. Because there is so much to see and to do. يعني في حاجات كتير جدا تقدر تشوفيها وكمان تقدر تعمليها. The food is delicious. طبعا بتقول لها الطعام هناك لذيذ. I ate a lot of new things. For example، على سبيل المثال snails، كلت حاجات كثير جدا. على سبيل المثال snails. One day we climbed the Eiffel Tower. بتقول لها في يوم من الأيام احنا تسلقنا برج إيفل. And from the top we had a view of the city. ومن فوق شفنا منظر جميل للمدينة. We visited museums، زرنا متاحف. And had picnic and Luxembourg Gardens. We كمان قمنا بنزهة خلوية في حديقة لوكسمبورغ. We also went on a boat on the river Seine. وكمان رحنا برحلة في القارب في نهر السين. What a pity we didn't have time to go to the science museum. فبتقول يلا الحسرة، ما كانش عندنا وقت ان احنا نروح متحف العلوم. I also wanted to see the art at the Louvre. But it was closed. لكنه كان مقفول. يبقى ايه دي؟ هلاقي عايدة على متحف اللوفر في فرنسا. Near our hotel there was a busy market. I bought a t-shirt and some postcards. طبعا بتقول كان في سوق مزدحم واشتريت من هناك t-shirt وكمان اشتريت كروت بلدية. I also bought you a souvenir. وكمان اشتريت لك هدية تذكارية. It's a very small Eiffel Tower. You can put it next to your bed. ممكن تحطيه جنب سريرك. It has got a light on the top. في ضوء في الأعلى. See you soon Fatma. وبعدين قلتلها أراكي لاحقا، وبعدين مضت فاطمة. سألاني بيقول لي What's the main idea of this passage. طبعا ايه الفكرة الرئيسية؟ ممكن اقول a holiday، يعني أجازة in Paris، يعني أجازة في باريس.
The next قولي where did Fatma go on a boat؟ يعني راحت بالقارب فين؟ طبعا هنا لو شفناها هنلاقيها ان هي راحت بالقارب on the river scene، يبقى هكتب كده on the river scene. The next قولي what do you think of Fatma's holiday؟ طبعا هقول I think it was fantastic، يعني كانت رائعة. طب هو بيقول لي ليه؟ طبعا هنا ممكن اقول because she visited many places، لانها زارت اماكن كتير. طبعا هنا اي اجابه هتتحسب لي صح ان شاء الله. تعال نشوف السؤال الرابع، بيقول لي why didn't Fatma visit the Louvre؟ because بيقول لي ليه ما زارتش متحف اللوفر؟ قال لي because، لانه طبعا ان هو كان مقفول يبقى it was closed. The next بولي the opposite of the underlined word delicious، طبعا هنا opposite معناها عكس او مقابل كلمة delicious، delicious معناها لذيذ، يبقى اكيد عكسها terrible، و terrible معنى فظيع. The underlined pronoun it refers to، طبعا هنا it لو شفناها عايدة على ايه؟ اكيد عايدة على the Louvre Museum، معني متحف اللوفر. طيب تعال نشوف number one بول on a weekend I visit my aunt and uncle، طبعا هنا on a typical weekend هنا typical يعني نمطي أو نموذجي. The next بقول students learn about A in the math lessons، طبعا math lessons اللي هي حصة الرياضيات، يبقى أكيد هيتعلموا عن النمبرز الأرقام. I ate a lot of friends in my new school، طبعا هنا لازم أقول I made، وmake friends معناها يكون صداقات. تعال نشوف يلا number 4 بقول planes trains and cars are of transport، طبعا عارفين ان كل دي وسائل مواصلات، وسائل مواصلات اسمها means of transport، تاني means of transport. The next بولي summer wants to join the school music، طبعا عايزة تلتحق بايه الموسيقية؟ اكيد بالفرقة الموسيقية، وفرقة موسيقية اسمها band. The next بولي Egypt is the most important in Africa، طبعا عارفين ان مصر دي دولة، ودولة يعني country، تاني دولة يعني country. طيب تعال نشوف اللي بعدها بقول I can hear the it's time for the English lesson، طبعا في بداية كل حصة بيضرب الجرس، فبالتالي لازم أقول bell يعني جرس الحصة. The next بيقول لي Dina likes very much، طبعا احنا قلنا يا جماعة like و enjoy و prefer و love كل ده بيجي وراه verb plus ing، فلازم أقول painting. The next بيقول لي she always nice stories in the library، طبعا في المكتبة. هنا هشوف هلاقي كلمة always، و always معناها دائما، ودي من علامات present simple المضارع البسيط، وطالما علامات المضارع البسيط يبقى بروح للمصدر او الفعل اللي فيه الساويس. لقيته من الاثنين يبقى لازم ارجع للفعل، الفعل اللي هو she ياخد reads. The next محمد صلاح has، قلنا حبايبي has بيجي وراها got، has got long curly hair. طب تعال نشوف المستيكس كده معانا، بيقول لي is there a mouse؟ yes there are، طبعا طالما بدي short answer بجيب نفس الهيلبينج فيرب اللي انا سائل بيه، فعندي is هتيجي برضه هناك is، so yeah there is. The next مستر حلمي never watch football matches on TV، طبعا هنا never وظروف التكرار بيجي وراهم يا مصدر فعل في اس او اس، طب ما هو جاي مصدر اهو، هقول له بس مستر حلمي ده ماله؟ مفرد، والمفرد يجي معاه فعل في اس او اي اس، فلازم اقول watches، تاني حبايبي لازم اقول watches يعني بيشاهد. The next بيقول last October يعني في اكتوبر اللي فات we have a picnic in الازهر بارك، طبعا last October من علامات الماضي، فالمفروض have تبقى had، تاني المفروض have تبقى had. The next بيقول Egypt's flag has three colors، طبعا هنا علم مصر، المفروض ان مصر ما بتنتهيش باس، فبالتالي هحط لها ابوستروفي اس مش اس ابوستروفي، هقول Egypt's flag. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe. يلا لو ما فعلتش الجرس فعل الجرس، ولو ما اشتركتش في القناة اشترك بسرعة عشان يوصلك باقي الامتحانات ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.